ما يذكره أعداء الشعائر الحسينية المقدسة ضد هذه الشعائر. هؤلاء عندهم كلمات عديدة يقولونها في الصد عن هذه الشعائر المقدسة، أقواها على الإطلاق حتى عندهم كلمة يرددونها باستمرار بأشكال مختلفة بصيغ مختلفة. هذا الكلام الذي يقولونه نريد أن نجعله على النقاش. هذه الكلمة التي يقولونها ويرددونها هي أن العديد من الشعائر الحسينية المقدسة هي محرمة لأنها توجب تشويه المذهب. هذا أقوى ما يقولونه في الصد عن هذه الشعائر الحسينية. فتكون هذه الشعائر الحسينية من أشد المحرمات كما يطرحونه. هذه الكلمة التي يرددونها، وسمعتم هذه الكلمة مرارا وتكرارا، والعديد من الشعائر الحسينية تتعرض لهذه الكلمة من قبلهم، الضرب بالسلاسل، المشي حافيا يوم عاشوراء، إخراج الخيول والجمال في مسيرات التشبيه خصوصا في بلاد الغرب، اللطم على الوجه، البكاء بصراخ، وأمور أخرى أيضا تتعرض من قبلهم لهذه الكلمة. بصورة خاصة أكثر ما يتعرض من الشعائر الحسينية لهذا القول من قبلهم هي شعيرة التطبير. هذا الكلام كلام غريب جدا. هؤلاء غفلوا عن أن هذا القول مضافا إلى أنه غير تام غير صحيح، يكشف مستوى متدنيا علميا لهم. هذا الكلام فيه 11 إشكالا، هذه الإشكالات تعري هذا الاستدلال، هذا الكلام الذي يقولونه. أنا أتعرض بإذن الله تعالى إلى 5 من هذه الإشكالات على هذا الكلام حتى نعرف أن هذا الكلام كم هو في مستوى متدني علميا. الإشكال الأول على هذا الكلام أن هذا الكلام يكشف مستوى متدنيا علميا لهم فيما يرتبط بالفقه الشيعي. يعني من يقول لك أن الشعيرة الحسينية الفلانية محرمة لأنها توجب تشويه المذهب، هذا الذي يقول لك هذا الكلام اعرف أنه جاهل بأوليات الفقه الشيعي. لماذا؟
لا أريد أن أتعرض لسب أحد، لشتم أحد، بحث علمي. هذا الكلام يكشف مستوى متدنيا. لماذا؟ لأنه أساسا لا يوجد في الفقه الشيعي عنوان تشويه المذهب. هذا العنوان الذي يريدون أن يطبقوه على هذه الشعيرة الحسينية فيقولون بحرمة هذه الشعيرة، هذا العنوان غير موجود. هذا العنوان غير موجود في الآيات القرآنية، غير موجود في الأحاديث الشريفة، غير موجود حتى في مصطلح الفقهاء الذي استفادوه من النصوص الشريفة. لاحظوا، الشيء إذا أردنا أن نقول بحرمته يلزم أن نطبق عنوانا محرما عليه حتى يصبح محرما. بدون تطبيق عنوان محرم على شيء نتمكن أن نقول هذا شيء محرم؟ لا. بدون تطبيق عنوان واجب على شيء نتمكن أن نقول هذا شيء واجب؟ لا. هناك عناوين موجودة في الآيات القرآنية، في الأحاديث الشريفة، إذا تنزلنا في مصطلح الفقهاء الذي استفادوه من النصوص الشريفة، هذا العنوان نطبقه على هذا المورد فنقول هذا المورد واجب، هذا المورد حرام، هذا المورد مستحب. هذا من أوليات الفقه الشيعي، قضية بديهية. يعني أنت تتمكن أن تطبق شيئا عنوانا على شيء وتقول بحرمة هذا الشيء بدون وجود حرمة للعنوان؟ غير صحيح. هم ماذا يقولون؟ يقولون هذه الشعيرة محرمة لأنها مصداق لتشويه المذهب. أنت ابحث في الآيات القرآنية تجد آية قرآنية تقول كل تشويه للمذهب حرام؟ أبدا. ابحث في الروايات الشريفة تجد حديثا شريفا، حتى حديث ضعيف، لا أقول حديث صحيح، حتى حديث ضعيف تجد حديثا شريفا يقول بحرمة كل ما يوجب تشويه المذهب؟ أبدا. ابحث في كلمات الفقهاء تنزل، لا نقول آية قرآنية، لا نقول رواية شريفة، في مصطلح الفقهاء، في كتب الفقهاء، تجد أن من المحرمات ما يوجب تشويه المذهب. هذا من أين جاء؟ الذي يقول أن هذا الشيء حرام لأنه يوجب تشويه المذهب. أصلا عنوان تشويه المذهب هذا عنوان غير موجود في الفقه الشيعي، أنه شيء من المحرمات اسمه تشويه المذهب، هذا شيء أصلا غير موجود. من أين جئتم بهذا الشيء؟ لو قال لك شخص أن مثلا عصير الرمان هذا حرام، لماذا؟ لأنه أحمر، تضحك عليه، تقول ليس كل أحمر حرام، أنت تريد أن تحرم هذا الشيء لأنه أحمر، يلزم أن يكون كل أحمر حرام حتى هذا يصبح حراما. كل أحمر غير حرام، ما عندنا شيء في الفقه الشيعي أن كل أحمر حرام حتى تطبقه على هذا العصير مثلا وتقول أنه حرام. ما عندنا في الفقه الشيعي عنوان محرم اسمه تشويه المذهب، هذا شيء أصلا غير موجود. ابحث، ائت لي بآية قرآنية، ائت لي بحديث شريف، ائت لي بكلمات من الفقهاء. يعني الذي يستدل بهذا الاستدلال لا يعرف أوليات الفقه الشيعي. تريد أن تقول بحرمة شيء، على الأقل ابحث عن عنوان موجود في الآيات القرآنية، في الروايات الشريفة، طبق هذا العنوان على هذا المورد وقل هذا شيء حرام. عندما نقول بوجوب شيء، نقول باستحباب شيء، أي حكم من الأحكام يلزم أن تنطبق عليه عناوين، عناوين موجودة في الآيات القرآنية، في النصوص الشريفة. نحن لا نتمكن أن نقول بحرمة شيء، بوجوب شيء، باستحباب شيء من أنفسنا. الفقهاء قالوا بأن الشعائر الحسينية المقدسة محبوبة، لماذا؟ لأن هناك عنوانا، عنوان التولي، هذا العنوان موجود في القرآن الكريم،
موجود في الرواية الشريفة. هذا العنوان يقولون إنه ينطبق على الشعائر الحسينية المقدسة، فتصبح الشعائر الحسينية المقدسة محبوبة لأن هذا العنوان موجود. العنوان في القرآن الكريم مذكور، في الآيات في الرواية الشريفة مذكور. يقولون الشعائر الحسينية مصداق للتبري من أعداء الله، عنوان التبري موجود في القرآن، موجود في الرواية الشريفة، موجودة، موجود هذا العنوان. هذا شيء صحيح، أما عنوان اختراعي من نفسي أجعل عنوانا معينا وأقول هذا العنوان حرام من نفسي، لا توجد آية أو رواية، ثم أطبق هذا العنوان المصطنع من قبلهم على الشعار الحسيني فأقول بحرمة الشعار الحسيني. هذا يكشف عندما أقول، لا أريد أن أشتم أحدا، عندما أقول هذا يكشف عن مستوى متدني علميا واقعا هكذا شيء. هذا أولا. ثانيا، لنفرض أنه يوجد هكذا عنوان، عنوان تشويه المذهب فرضا، لكن تطبيق هذا العنوان على هذه الشعيرة المقدسة مثلا، على شعيرة من الشعائر الحسينية، لا يتم إلا بعد أن تعرف معنى هذا العنوان. الشيء الفلاني، العنوان الفلاني واجب حرام، يلزم أن تعرف معنى هذا العنوان ثم تطبق هذا العنوان على هذا المصداق. ما هو معنى تشويه المذهب؟ فسر لي هذه الكلمة. تشويه المذهب هو كل شيء يضحك عليه الكفار، هذا تشويه المذهب. تشويه المذهب هو كل شيء لا يرضاه الآخرون. ما هو معنى هذا العنوان أساسا؟ فسر لي حتى تتمكن أن تطبقه على مورد. انظروا، يتمكنون أن يفسروا هذا العنوان تفسيرا صحيحا بأدلة؟ اسألوهم، اسألوا علماءهم من يدعون العلم منهم، هذا العنوان ما هو معناه حتى تقول إن هذا العنوان ينطبق على هذا المصداق؟ فسر لي تشويه المذهب يعني ماذا؟ تجد تهافتا كبيرا في تفسير هذا العنوان، أصلا الشيء لا يتمكن أن يفسر بتفسير صحيح. هذا ثانيا. الإشكال الثالث الموضوع، وبالأحرى بالأدق في التعبير الصغرى، في كل استدلال تحتاج إلى إثبات قاعدة كلية. الاستدلالات الشائعة، هذا يسمى بالشكل الأول في المنطق، تحتاج أن تثبت قاعدة كلية، هذا أولا، ثم تحتاج أن تثبت انطباق هذه القاعدة الكلية على هذا المورد، هذا شيئان. يعني لنفرض أنك تمكنت أن تثبت وجود عنوان محرم في الفقه الشيعي هو عنوان تشويه المذهب فرضا، لكن تطبيق هذا العنوان على هذه الشعيرة هذا أيضا يحتاج إلى أثبات. أنت تقول عصير البرتقال حرام لأنه أحمر، لا بأس، تمكنت أن تثبت أن كل أحمر حرام فرضا، ولكن أثبت لي أن عصير البرتقال أحمر، هذا تسمى بالصغرى. تقول عصير البرتقال حرام لأنه أحمر، أثبتت لي الكبرى أن كل أحمر حرام فرضا، أثبت لي أن عصير البرتقال أحمر، تتمكن أن تقول هذا شيء حرام من نفسك؟ لا، هذا يحتاج إلى أثبات. الصغرى تحتاج إلى أثبات، القضية الأولى تسمى بالصغرى. فرضا أنت تمكنت أن تثبت أن كل شيء يوجب تشويه المذهب فهو حرام فرضا، أثبت لي أن هذه الشعيرة المقدسة توجب تشويه المذهب. لا أقول لك أثبت لي بالطرق المنطقية الرصينة، لا أقول أثبت لي بالأدلة العقلية التي لا تخدش، هذا الشيء قطعا أنت لا تتمكن منه،
لا أقول لك أثبت لي هذا هذه القضية على الأقل بما يسمى بالأدلة العلمية، أثبت لي هذا الشيء بإحصائيات رسمية من مراكز مستقلة من مراكز محايدة، جلي بشيء. أنت تقول هذا يوجب تشويه المذهب، من قال لك أنه يوجب تشويه المذهب؟ من أين؟ كل ادعاء يكفي لإثبات حرمة شيء، الناس يدعون ادعاءات، مجرد الادعاء هذا يؤخذ به بدون دليل. النصارى أيضا يدعون، اليهود أيضا يدعون، يدعون أنهم هم الشعب المختار، نقبل منهم بمجرد ادعائهم؟ لا، يحتاج الأمر إلى إثبات. تقول هذه الشعيرة توجب تشويه المذهب، من قال لك؟ أثبت هذا الشيء.